طلبت من الكتل السياسية الوطنية في العموم اجتمعت فيهم شو تريدون؟ البعض قال يريد الأمريكان، قال بعض ما يريدهم، صار اتفاق نعيد ترتيب مستوى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وطلب انسحاب القوات القتالية من العراق. احنا ما محتاجين قوات قتالية في العراق، احنا محتاجين تنسيق أمني والاستفادة من خبرات. مع كل هذا البعض نصحني أمام الجميع جيب لنا جدولة بثمان سنين من أمريكا، احنا موافقين. ذهبت إلى واشنطن وأعلن الرئيس الأمريكي في الإعلام عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في حد أقصى كم سنة؟ ثلاث سنين. جيت لبغداد قالوا ممتاز ومحترم. جينا المرحلة الثالثة، دخلنا من حوار استراتيجي قبل أسابيع ووصلنا عن إعلان أمريكي واضح بإنهاء دور أي قوات قتالية أمريكية في العراق، وحطينا لجنة فنية تقوم بواجبها في إعداد البرنامج لانسحاب القوات القتالية. يومي عندنا قصف على قاعدة بلد، ايش فيها بلد؟ اليوم الصبح كانت أكو لجنة ذهبت إلى قاعدة بلد وتبحث عن جند أمريكان، طول التقرير ماكو جند أمريكي واحد. هاي اتهامات واهية لكي يبرر أعماله وتصرفاته، مرة لأغراض انتخابية ومرة لفرض وجوده وحضوره.